عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية ولقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هناك بعض الشخصيات الفلسطينية أعضاء من اللجنة التنفيذية من أحزاب فلسطينية دعوا إلى مقاطعة هذه الزيارة بصورة سريعة وعاجلة، ودعوا الرئيس الفلسطيني إلى عدم لقائه على الفور. هذه الوقفة في مدينة رام الله طبعا تأتي رفضا لهذه الزيارة، هناك مشاركة من قبل شخصيات مختلفة، من قبل نشطاء ومن قبل بعض الفصائل الفلسطينية أيضا التي دعت إلى ذلك. لكن هنا نتحدث أيضا مع الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي دعا إلى وقف اللقاء على وجه السرعة. دكتور مرحبا بك، لماذا دعيت إلى وقف اللقاء، لقاء أبو مازن مع بايدن على وجه السرعة؟ لأن بعد كل هذا الاستهتار والاستخفاف بالشعب الفلسطيني الذي أبداه بايدن، وبعد كل هذا الانحياز المطلق لإسرائيل بكل المعايير، وبعد إعلانه عن خطته الفعلية وهي العمل على التطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية وتهميش القضية الفلسطينية، وبعد أن أعطى لإسرائيل فعليا كل الوقت اللازم لاستكمال الاستيطان وقتل فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر الحديث عن أن حل الدولتين بعيد المنال ودون وقف الاستيطان أو ممارسة أي ضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، بعد كل ذلك وعندما يعطي 3 أيام لإسرائيل وأربعين دقيقة للفلسطينيين، لماذا اللقاء معه وبماذا يفيد؟ بالعكس يستخدمه كغطاء لما قام به ويجعل من الموضوع الفلسطيني مجرد رتوش في صورة كبيرة استراتيجية للمنطقة بأسرها بناها هو وإسرائيل. جزيل الشكر لك دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. نحن نتحدث عن وقفة يرفع فيها علم أسود، دليل على رفض هذه الزيارة كما يعبر هؤلاء، حتى أنهم كتبوا باللغة الإنجليزية أنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يغادر وأن يرى ما يحدث من احتلال كولونيالي على حد وصفهم للأراضي الفلسطينية وما يحدث هناك. لكن بطبيعة الحال هذه الوقفة واحدة من الوقفات أيضا التي نظمت هذا اليوم في الضفة الغربية رفضا لهذه الزيارة، لكن الزيارة ستبقى قائمة. الرئيس الفلسطيني كان واصل أيضا مدينة بيت لحم لاستعدادا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد في مدينة بيت لحم.